بغيت بهذه المناسبة نشكر الإخوان ونشكر الضيوف ديال هذا المهرجان اللي في الحقيقة عطاو واحد الجو مسرحي متميز لهذا المهرجان. وبالنسبة للعرض اللي قدمنا في إطار المسابقة ديال هذا المهرجان هو نص مقتبس عن مسرحية في انتظار جودو لسامويل بيكيت. احنا تناولنا هذه الفكرة في الإطار الانتظار ديالها بطريقة يعني أخرى، بطريقة مغربية، بلهجة مغربية، بواقع مغربي، بحالات مغربية، حتى نصل إلى ذلك العلاقة ما بيننا وما بين الجمهور ونخلقوا ذلك المتعة المسرحية. والحمد لله كما يبدو أن المسرحية حققت نوعا ما هذا الهدف. Bonjour à tous mes amis marocains. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui à Benguerir. Je suis Chrisley Laouben de Belgique. Donc, je suis danseuse, chorégraphe et formatrice. Donc, ici, je suis venue pour faire partie du jury, mais pour la question visuelle. Donc, c'est-à-dire que je juge le mouvement, les émotions, les attitudes, la mise en scène. Maintenant, ce soir, on verra le résultat. Et donc le jury a choisi et on espère que tout le monde sera satisfait et comprendra notre choix. الرياضية والفنية. أوصت إدارة المهرجان ولجنة التحكيم العليا على ضرورة إقامة المهرجان بموعده، وأن تتبنى كل الجهات المعنية دعم المهرجان ومساندته بكل طبعته. نحن حقيقة في العالم العربي بحاجة كبيرة إلى مثل هذه المهرجانات لكي تلتقي من خلالها الشعوب بآرائها وأفكارها تطرحها على خشبة المسرح، فإن ما تفرقه السياسة تجمعه الفنون والثقافة. بناء عليه أصدرنا آراءنا ومقترحاتنا حوله. شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في هذه المعركة. فاز بها فرقة إيطاليا رحلة عمون. هذا شرف لينا في هذه المشاركة، رغم أن فعلا جميع المشاركين كانوا في المستوى، العروض كانت في المستوى، وتشرفنا بمعرفة يعني فرق جديدة، واستفدنا منهم كذلك، استفدنا من العروض كلها اللي مرات هنايا، وفرحانين جدا، وكنشكروا المنظمين مرة أخرى، وكنشكروا مدينة بنقرير والسكان ديالها والقاطنين والسلطات والمسؤولين والإداريين. نتمنى من الله نجددوا عاوتاني الاتصال بكم.